مرحبا برج الثور، أهلا فيكم في قراءتكم العامة. نبتدي بأربعة الخماسيات. هذا الكرت يعني نوع من أنواع البخل، ولكن مو شرط البخل اللي أنت قاعد تظهره. قاعد أشوف هني في الوظيفة أو المشاريع في شخص في محيطك أعلى منك أو تتعامل معه دائما يرغب أن يخليك قريبا منه. يعني مثلا إذا أنت باستطاعتك في مشروعك أن تنتقل إلى العالمية، أن تنتقل وتتوسع إلى دول أخرى، هو يرغب أن يخليك فقط محلي، فقط قريب منه. وراح أقول لك ليش. إذا كنت في وظيفة، فهذا الشخص لا يريدك أن تصل إلى مناصب أعلى أو تتحرك من جنبه لسبب مخفي عنك. يريدك أن تبقى إلى جانبه ودائما مخلنك أقرب إليه. أنت تعتقد أن نية صافية، أنت تعتقد أنه يسوي هذا الشيء بسبب مشاعره أو بسبب أشوفك هنا أنت محسن النية، محسن النية، تتوقع أنه يريد الأفضل لك، ولكن هذا الشخص يريد أن تبقى قريب منه لكي يضعك في قنينة، لكي يحبسك، عشان يخليك، لأن ما يتمنى لك الخير ما يبيك تصل إلى العالمية. أشوف هنا برج الثور، أنت باستطاعتك أن تكون أقوى بكثير وتنجز بكثير أكثر من المستوى اللي أنت موجود فيه حاليا. ليش هذا الشخص قاعد يتصرف بهذه الطريقة؟ عندنا الخماسي الأول وهو أفضل الخماسيات، البداية الجديدة. هذا الخماسي هو خماسي الترقية، الفرصة، المنصب، المشروع اللي ينجح فنقدر نتوسع ونفتح فرع آخر. هذا هو القادم في طريقك، ولكن وراء هذا القادم عندنا هذا الشخص. ممكن يكون من الأبراج النارية، ملكة النار أو ملكة الأغصان. هذه الملكة هي ملكة أنانية وعنيدة بطبيعتها، تحب كل شيء من أجل نفسها. إذا قربتك، قربتك من أجل نفسها. إذا كانت طيبة معك فهو من أجل نفسها. لا تخطئ لدقيقة أن تعتقد أن هاي الإنسان اللي حولك يقربك من أجلك أنت، من أجل حبه فيك. لا، لأن أنت في منصبك الحالي، في عملك الحالي مفيد له، هو يستفيد عن طريق أنه يضعك في مكان معين ما تستطيع تنمو فيه. في وظيفتك الحالية أو حتى بغض النظر، في مكانك الحالي وظيفيا بزنسا، أنت تقدر تنمو وتصير أكبر بكثير. كأنما هذا الشخص قاعد يحاول أن يؤخر أو يمنع هاي الفرصة. كل فرصة عمل أو فرصة ترقية تأتي في طريقك، يقول لك أو يشجعك أن ما تأخذها، أو يتكلم بدالك أن فلان من برج الثور غير راغب أن ينتقل من هذا القسم، غير راغب أن ينتقل إلى المشروع الجديد، المحل الجديد. احذر من هذا الشخص، لأن في شيء جميل قادم في طريقك، فرصة جديدة، فرصة من الله سبحانه وتعالى مهيئة لك. الأسباب فيها كلها بتفاصيلها مهيئة لك عشان تأخذها وتنتقل إلى مرحلة أجدد، تنمو. أنت محتاج إلى النمو. صار لك فترة طويلة أشوفك يا برج الثور تعودت على وجود هذا الشخص، وصار مريح بالنسبة لك أن تبقى على الوضع الحالي. لا، لا تبقى، لأن أنت باستطاعتك أن تكون أكبر. أنت كبير بطبعك، إنزين، وإنجازاتك كبيرة وعظيمة، فلا تخلي هذا الشخص يضع مثل القنينة على إنجازاتك ويقول لك فقط هذه حدودك. حدودك محلية، لا، أنت حدودك أشوفها في المشاريع وفي الوظيفة عالمية. الطلب يأتي عليك والفرص تأتي عليك من دول خارج دولتك. أنت احذر من هذا الشخص وكن منفتح للفرصة اللي أمامك. انزين، نشوف جانب الأموال. عندنا ثلاثة الأكواب، وعندنا كارت الحالم، الكارت رقم صفر، وعندنا خمسة الأغصان. برج الثور، الأموال في حياتك ستتدفق تدفق الماء. أنا لما أقول ستأتيك الأموال، وبعدين أشوف ناس يكتبون في الكومنتات كنا ننتظر أموال وما أتتنا. دائما الطاقة وراها شرط، الشرط السعي، أن أنت تسعى. في توفيق وفي طاقة متوفرة، ولكن تأتي عندما يكون برج الثور إما عنده وظيفة، إما عنده مشروع، إما أنه يستيقظ كل يوم يسعى، مو موجود كل يوم في المنزل وينتظر أحد يدق عليه الباب ويقول له والله أتتك أموال. مو هاي الطاقة اللي أتكلم عنها، أتكلم عن طاقة هني. الأموال تتدفق في حياتك، ولكن مو أنت بروحك، أنت والمحيطين حولك. إذا أنت
المشابهين لك في الوظيفة هم أخوانك، خواتك، أصدقائك، العائلة نفسها، كلكم راح أشوف هني فترة تمرون بفترة جدا مقاربة مع بعض. تشوف مثلا فترة مقاربة كل العائلة يصير فيها حمل جماعي، أنت هني راح تمر بحالة مشابهة، ولكن بدل الحمل كلكم تأدون ديونكم بقدرة قادر، يصير تسهيل عندكم من الله أن تأدون ديونكم، وأيضا تأتيكم أموال، ظل الأموال تتدفق، ظل تتدفق مو بس في حياتك أنت، أنت وإخوانك، أنت وأصدقائك يا برج الثور، كلكم راح يصير عندكم صعود متزامن. هذه هي الكلمة، متزامن، متزامن، يعني كلكم تصعدون مع بعض، أنت واللي تحبهم، لأن عندنا ثلاثة الأكواب هو كرت الجماعة، من جماعتك اللي تحبهم صعود، مثلا أخوك يتخرج وأنت تحصل على وظيفة، وأيضا أخوك الثاني ينجح، صعود مع بعض. وبشكل عام تأدية الديون عندك من ناحية الأموال راح تستطيعون أن كل شخص، ولكن بعد الأموال ما تأتي وتأدون الديون ابتداء من شهر 7 على الأقل، بوادرها شهر 7، مو معناته أن كل الديون تختفي مع دخول شهر 7، لا، افهموا العمق من كلامي. عندنا كارت هني رقم 0، كل واحد منكم راح ياخذ هاي النجاح وينطلق إلى درب مختلف. يمكن بعضكم يحبون يدخلون جانب المشاريع، بعضكم يحبون التوفير راح يوفرون أموالهم، بعضكم يدخلون العقارات. كل شخص أشوف هني أنت وجماعتك وأحبائك راح تستثمرون بطريقتكم الخاصة، ولكن احذر كل الحذر، في شخص أو شخصين من هالجماعة، شخص أو شخصين راح يقوم بتصرف طائش، لأن عندنا هاي كرت الأحمق، تصرف طائش في استخدام الأموال اللي تأتيكم دفعة واحدة، يتصرف تصرف خاطئ، ما يستثمرها في مكانها الصحيح، ما يحافظ على الفلوس، يعني يبذرها بسرعة وبعدين يرجع يقول لك عطني يا برج الثور، ما يصير. وأيضا عندك طاقة الحسد، الكل يحسدونكم، خصوصا احذر من الناس في هالفترة اللي تأتيكم الأموال، إن النعمة ما تظهر وتظهرها للعلن بشكل واضح أنت وحبايبك، لأن عندك طاقة العين راح تكون عليكم، والعين حق مثل ما احنا نعرف، فاحذر أن ما تظهر يعني بشكل، خصوصا الناس اللي قلت لك يدخلون بيتكم، الضيوف، الجيران، الأهل اللي مو متعودين أن أنت دائما يكون عندكم هاي الكثر أموال في حياتكم، احذروا منهم، لا تراونهم كل شيء علنا، لا تفرشون أموالكم وفلوسكم وذهبكم وكل شيء تملكونه من مصادر الرخاء في الحياة أمامهم، لا، احذروا، لأنه راح يدخل ما بين هالحبايب عدو، عدو يريد التشتيت، يريد التفرقة. فرصة جدا جميلة من الناحية المالية يا برج الثور. راح ننظر إلى جانب الدراسة، الكثير منكم طلبة أو حتى تعملون وتنظرون إلى الدراسات العليا. عندك ملكة السيوف، ملكة السيوف أحبها جدا، ملكة الذكاء هي، ولكن أوقات تتسرع في سحب السيف، لأن هي ملكة السيوف، تتسرع في سحب السيف، ما عندها صبر. من ناحية العلم أنت عالم، لأن تشوف هنا ملكة السيوف عندها كأنما مثل الزجاجة، أو سوري الكرة، كرة الزجاج اللي تستطيع أن ترى فيها كل الحقائق. نعم تقدر تشوف كل الحقائق، ذكي ومتمكن دراسيا، فأنت مقبل على مرحلة علميا أنت صح، ولكن وراها كرت برج القوس الاعتدال، وراها أيضا ثمانية الأكواب. قاعدة أشوف إن يا برج الثور احذر خلال هذا الشهر إن أنت ما تفكر الأمور بطريقة مستقيمة، يعني أنت هني مثلا أشوفك اخترت تخصص وقررت إن تدرسه، وبعد كم سنة تقول راح أدخل في دراسات عليا، النجاح طريقة مو مستقيم، في شيء لازم تتركه عشان تصل لمرادك، بما معناه مثلا أنت درست هندسة بترول أو درست تخصص معين، إذا جيت بتاخذ أو بتقبل وظيفة، مو شرط تقبل وظيفة بالضبط تكون إلا في تخصصك، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، اقبل، خليك منفتح أمام الخيارات الثانية، وإن كان تخصصك بعيد لا تشوف الأمور بطريقة فقط مستقيمة، حد السيف واحد اثنين ما عندي، لا، خل عندك مرونة، محتاج مرونة برج القوس هاي الفترة، بما معناه
إذا مثلا أنت درست هندسة بترول أتتك وظيفة ثانية مقاربة ولكن شوي بعيدة، درست مثلا إدارة أعمال وأتتك وظيفة في المبيعات، لا بسرعة تعرض عن الفرص. الفرص تمر كمر السحاب، كما قال أحد الصحابة، الفرص تمر كمر السحاب. فكأنما هني الطاقة تقول لك نعم، أنت الحين أشوفك يا برج الثور متربع على عرش الأموال، قدراتك في العمل وفي المشاريع متربع، متربع أيضا مقدم على فترة ستتربع فيها على قمة، اللي قاعدة أشوفها هي قمة، قمة الهرم لك. ولكن احذر أنه ما بسرعة تسحب السيف أو تكون مستعجل في قراراتك. 1+1=2، لا، خل عندك شوي مرونة. إذا أتتك وظائف خارجة عن تخصصك في الجامعة، احتمال بكرة تسمع من أحد الأصحاب أن تخصصك أنت أصبح ما عليه كثير عرض في سوق العمل، ادرس تخصص ثاني، خذ بآراء الناس. تميزك أنت العلمي مو شرط يعني النجاح المهني، أنت لازم تفهم أن الدراسة والنجاح المهني مرتبطين ببعض. فشوف السوق، الرسالة لك هني أن تشوف السوق، اسمع آراء الناس. إذا مثلا درست تخصص وشفت أنه ما عليه طلب، عادي جدا أنك تتركه وتذهب إلى تخصص الحين سمعت عنه يوجد عليه الكثير من الطلب. تخصصت وبعدين اكتشفت أن مثلا دراساتك العليا لازم تأخذها في تخصص بعيد أو ثانوي، خل عندك مرونة بشكل عام في حياتك الدراسية، ولا تظل ترى الأمور بشكل مستقيم. انزل، خلنا نشوف الحين هني جانب الهجرة، اللي منكم ينتظرون أمور بخصوص الهجرة، ما هي الأخبار؟ في، ما بقول لك باب، أنا ما أحب أبالغ في وصف الأمور، مو باب، في نافذة، النافذة أصغر من الباب، نافذة ستبتدي تنفتح عن شيء أنت تنتظره بخصوص الهجرة. ولكن أنت لازم تكون دائما المقدم، تقدم تراجع، دائما تروح تحصل على الأخبار، لأن أشوفك هنا يا برج الثور من ناحية الهجرة أنت ما عندك شيء تخسره، ما راح يسحبون عليك السيف، صح؟ ما عندك شيء تخسره. الشخص اللي دائما يبي يهاجر من بلده يكون ما عنده الكثير ليخسره، مستعد أنه يغامر. فأنت هني محتاج خلال هاي الشهر أن تظل كأنما تترقب، تظل تبحث عن الأخبار، تتنقل، تذهب من دائرة لدائرة، من مكتب إلى مكتب، أيضا من سفارة إلى سفارة. أنت ما تعلم، هني يقول لك أنت ما تعلم وين راح يكون رزقك، وين راح تمر تتم الموافقة عليك. أشوف هني كأنما في جهة معينة رفضت استمارة الهجرة تبعك في الماضي، مو شرط إنها راح تظل رافضتها للأبد، لأن هذا شيء حدث في الماضي، عندنا 6 أكواب. الرفض يوم من الأيام، قبل سنة، 2-9 شهور، مش معناته الرفض أبدا طول العمر ما حيا برج الثور، لا. في جهة رفضتك راح تبتدي تكون عندها بوادر كأنما يستقبلون على الأقل استمارتك من جديد. لا تستسلم، ظل قدم وظل ابحث عن الأخبار. وايد هني يا برج الثور أشوف عندك طاقة أخبار تأتيك من اللي حولك، أخبار، ابحث في الأخبار، إنزين، وظل قدم، لا تستسلم، ظل قدم، لأن أشوفك هني ما عندك شيء تخسره ولا عندك شيء حتى تكون خجول بشأنه. هذا الشيء ما يصير تكون خجول وتسعى له في نفس الوقت، في فرصة راح تنفتح أمامك ولكن بطيئة، بما أنها الكوب الصغير بطيئة وتحقيقها ما يكون بين يوم وليلة، ولكن على الأقل بداية قبول أوراقك الرسمية تكون من هاي الفترة. جانب الصحة برج الثور، إذا ناديتك برج الأسد فأعتذر، ولكن أنا شفت أمامي كرت برج الأسد وهو كرت القوة. في جانب الصحة عندك كرت برج الأسد، 8 السيوف و10 الأكواب. دائما أقول لك عزيزي برج الثور، لا تتحمل الكثير من الالتزامات، المسؤوليات، الهموم في العمل في المنزل لدرجة أنها تأثر على صحتك. برج الثور هي من الأبراج، هو من الأبراج سوري، اللي دائما يثبت لنا أن الكل راح يستسلم وهو راح يظل باقي، ونحبك على هاي الطبع اللي فيك. ولكن في شيء هني، كثرة المسؤوليات، كثرة الالتزامات قاعدة تؤثر عليك وعلى صحتك. على أغلب الاحتمالات شيء يخص انسداد، لأن هني عندنا كثرة الأكواب، شيء يخص الانسداد، انسداد شرايين، حتى انكتام نفس
شيء يتوقف عندك، انكتام نفس، نغزات، تحس بنغزات عندما تتنفس، في شيء ينكتم، تحس بكتمة. كتمة النفس هذه ناجمة عن توتر وكثرة التزامات، فحان الوقت أن أنت شوي ترخي أعصابك وتخفف المسؤوليات والحمل من على ظهرك. إنزين، نشوف الجانب القانوني إذا بانتظار أي موضوع في النظام القانوني أو القضائي في الدولة عندك. عندنا 3 الخماسيات، وراها 4 الأكواب، وراها 8 الأكواب. برج الثور في النظام القانوني، هذا الكرت أول شيء تكرر في القراءات، بما معنى أنه راح يكون طاقة عامة لشهر يوليو. 3 الخماسيات، هني قاعد أشوف في النظام القانوني إذا عندك قضية تنتظر حكمها، الحكم راح يصدر ولكن أنت ما راح تكون سعيد بالتقسيم، ما راح تكون سعيد بالتقسيم، لأن كأنما أنت هني قاعد أشوفك تفض زواج، تفض شراكة، تفض عقد، تريد أن تنهي شيء، تتخلص أو تتملص، يعني تطلع من شيء، تطلع من التزام أنت أخذته سابقا وكنت تتوقع للنجاح، ولكن هذا مو بسبب أنت، ولكن بسبب احتمال أطراف ثانية. إذا كنت في زواج كأنما الشريك، إذا كنت في مشروع شركائك في المشروع هم اللي أرادوا الخروج قبلك، صح؟ ولكن هني شنو اللي راح يصدر في الحكم؟ أشوف أن اللي راح يصدر راح يكون التعميم عليكم كلكم، في خسارة مادية أو في التزامات الكل راح يضطر يتحملها، أنت والأطراف الباقية تتحملونها بشكل متساوي. اللي قاعد أشوفه هني أنك ما راح تكون سعيد بالحكم، لأنك تحس مو أنت اللي رفضت أن تعمل معاهم أو تتعاون معاهم، هم اللي رفضوك وهم اللي قاعدين يحاولونك، سوري، يحملونك الثمن، ثمن عدم رغبتهم في الإبقاء على الشراكة، سواء كانت شراكة مشروع، شراكة زواج، شراكة من أي نوع من الأنواع، هم اللي يرفضون وأنت اللي يحملونك في الخسارة المادية. فإذا لقيت أن هاي المعلومة تنطبق على حالتك، أسرع وأشرك النظام القضائي في هاي الحقيقة، عشان بعدين مو لما يصدر الحكم وينتهي الحكم تكون مو سعيد بالنتيجة أو مو راضي عن النتيجة. تحرك من الحين، لازم تكون أكتف أو فعال في الكلام، الحديث، تكلم. هني أشوف عندك زعل وحزن وعدم رضا، ولكن كلم خلنا في قلبك، تكبت تكبت يا برج الثور، طبيعة التحمل عندك قاعد يأثر هني على صحتك، سبب لك نوع من الانسداد، وأيضا حتى الحكم ما راح يطلع إلى صالحك إذا ظليت ساكت ومتحمل. حان الوقت أنك تفرش السجادة وتتكلم وتعبر وتقول من اللي كان مخطئ ومن اللي أراد الانسحاب. إنزين، الحين ننتقل إلى العاطفية. إنزين، راح أقرأ لكم الشعر اللي ظهر لكم، وهو هذا الجزء، هو جزء برج الثور. يقول لك: ذلك الشخص الذي يشاهد حسن الحبيبة وعارضة ويديم فيهما النظر، من المحقق أنه سيحصل في النهاية على الرشد والبصر. مرادك يا برج الثور في النهاية ستحصل عليه، ستحصل على الحب، ستحصل على زواج الحب، حتى ستحصل على الشخص اللي انت تستحقه وهو يستحقك. مرادك مع الحبيب سيتحقق، يقول لك من المحقق انه سيحصل في النهاية على الرشد والبصر. تدري ليش؟ لانه يقول لك هني يديم فيهما النظر. انت كبرج الثور تتمتع بطبع اسمه قوة التحمل واسمه الاستمرار، لما باقي الابراج يتعبون، يتنازلون، ينسحبون، انت تبقى. هذا الشيء مثل مراويتك يأثر على صحتك، ولكن في نفس الوقت يخليك أنت أكفأ وأجدر من تحصل على الجائزة، الأمنية، لما يأتي الوقت عشان تتحقق أمنياتك. أنت الأولى من بين كل الأبراج أشوفه في هاي القراءات، لأن أنت أكثر واحد تحملت، أنت أكثر واحد صبرت. الكل كان يصبر، ولكن شوف كل الأبراج في صبرهم دائما يشتكون،
الكثير تعبنا، كثير صبرنا، كانت سنة تعبانة علينا. إلا برج الثور طاقة هادئة، يظل متحمل، يظل عنده أمل. فأنت أقولها لك وباستحقاق، أنت اللي المفروض، وهني القراءة تقولك أنت اللي أول من يستلم أمنيته في الحب أنت. ولقد جعلنا رؤوسنا كالقلم مطيعة لأمره، فيا ليته يقطعها بضربة واحدة من سيفه. تريد الوضوح، طاقة السيف تطلع لنا هني مرة أخرى. ظليت مو بس متحمل، مطيع أيضا، مطيع لأمر الشريك. يعني كأنما أشوف هني برج الثور ما غلط، ما كان انتهازي، ما كان استغلالي، مشى على الطريق الصحيح، على الطريق اللي يرضي الله ورسوله مع الشريك. سويت كل اللي تستطيع أنك تسوي، مثل ما نقول رايتك بيضة أنت. ولكن الحين كأنما وصلت إلى مرحلة ترد فيها الجواب، هل سترجع أو ما راح ترجع، هل بيننا زواج أو ما بيننا زواج. وصل الوضع أنك تريد الوضوح. يقول لك والعاشق في وصالك كالفراش التي ظفرت بالشمع، تتجدد رأسها في كل لحظة تحت ألسنة لهبك. شريكك الحالي اللي تسألني عنه مثل الفراشة على الشمع، الفراشة تذهب إلى نور الشمع أو النور المتقد. فكأنما هو هذا الشريك ترى منجذب لك ويرغب بشيء أكثر معك، ولكن ترى في شيء يمنع. شنو اللي قاعد يمنع؟ عمر الفراشة. الفراشة عمرها ليس طويل، بما أن هي حشرة وعمرها قصير وتمر بالكثير من مراحل، كناية على أن شريكك دائما يدخل ويطلع، ما عكسك، مو أنت برج الثور دائما باقي، دائما تتحمل، يعتمد عليك. شريكك اللي تتعامل معه احتمال يمكن يكون هوائي، يمكن ناري، هو اللي بسرعة يتغير وينسحب ويغير كلامه ويغير في وعوده، لأن عمر الفراشة مثل ما قلت لك ليس طويل، بس مو أنت. يقول لك ولربما استطاع أن يصل إلى تقبيل أقدامك من جعل رأسه دائما كالأعتاب لبابك. أنت تقول تتمنى شخص، هني يقول لك الشخص اللي راح تحصل عليه هو اللي يستاهلك، اللي جعل رأسه دائما كالأعتاب لبابك. تتمنى شخص وحاط في بالك يمكن أيضا شخص، ولكن اللي راح تناله اللي تستحقه. اللي ما تستحقه راح تشوفه في حياتك مثل الفراشة يدخل ويطلع، حتى لو كثر كنت متمسك فيه. واللي تستحقه هو اللي في النهاية يصل إلى تقبيل أقدامك، هو اللي يصل إلى عتبة محلتك. عرفت قصدي؟ هو اللي يبقى، اللي يبقى هو الأفضل الصالح. وأنا ملول من هذا الزهد الجاف، فأين الشراب المروق الصافي؟ تبحث عن وضوح الأمور مع الشريك، وتعبت من تغير الأحوال، يوم يبقى ويوم يرحل. فإن رائحة الخمر تنعش دماغي وتحيي أنفاسي. تنتظر على الأقل ولو ريحة، ولو خبر من هذا الشخص، ولو إشارة، يعطيك إشارة، إشارة إيجابية، إشارة سلبية، تنتظر على الأقل منه إشارة عشان تعرف اللي لك واللي عليك. يقول لك وإذا لم يكن لك فائدة من الخمر، أليس يكفيك منها أنها قادرة على أن تجعلك لحظة واحدة لا تحس بوساوس العقل؟ شنو فائدة الأمل والتعلق بالشريك؟ أنت الحين تحس مثلا أنه ما في فائدة لأن هذا الشخص لحد الآن ما رجع. تعلقك مو بالشخص نفسه، بالحب. أنت مثلا لما تقول أريد فلان ولد فلان يرجع لي، يرجع لحياتي، أنت مو فقط متعلق فيه، أنت متعلق لحد الآن بفكرة الحب نفسها. الأمل نفسه هو اللي يحييك، ترى هو اللي يخليك متمسك بالحب، عندك أمل في الحب. ومثل ما شفنا في بداية القراءة، أملك في الحب هو اللي يوصلك للحب نفسه، مو شرط الشخص ولكن الحب نفسه، السعادة نفسها. انزين. وذلك الشخص الذي لم يخرج بقدمه عن طريق التقوى والصواب، هل رأيته الآن وهو يرغب في السفر إلى حانة الشراب؟ قاعد أشوف الحين برج الثور بعد فترة، مو الحين، لا بعد فترة، بعد شهور، بعد سنين ما تمر وانت تحصل على مرادك. هذا الكلام بعد ان تحصل على مرادك. الشخص اللي كان في حياته او في حياتك، سوري، مثل الفراشة يدخل ويطلع وما يبقى وما يعتمد عليه، هو الشخص اللي يصير مثل شنو؟ يرغب في السفر الى حانة الشراب.
يرغب إنه يرجع إلى مكان هو تركه من الأساس. ممكن إنه يا برج الثور كأنا قاعد أشوف هني، تعطيك فرصة زواج، فرصة ارتباط بشخص جاد أكثر، يعتمد عليه أكثر، أو تأتيك على الأقل فرصة إذا كنت أصلا مرتبط، تأتيك فرصة أن تعيد أملك بهذا الشخص. في شخص يحس هني أنه خذلك لأنه هو انسحب من حياتك، هو يرغب في الرجوع، ولكن أشوف أن رجوعه ما راح يأتي إلا بعد أنت ما تمضي عنه وتمضي في طريق بعيد، تعيش خلاص تتزوج شخص ثاني أو تبتدي علاقة مع شخص ثاني، يبتدي يدق بابك شخص ثاني. وقلب حافظ الكثير شبيه بزهرات اللعل والشقائق، وسيحمل معه لجوف الثرى وسم الهوى المستعر في كبده. حاليا شريكك أو الشخص اللي تسألني عنه قاعد عند الكثير من الشوق، الكثير من الرغبة. دائما هنا يتكلم لنا عن الشمعة والاشتعال والفراشة، في عند الكثير من الكلام اللي يرغب أن يقول لك، إنزين، الكثير من الاشتياق، الكلام تعبيره عن مشاعره تجاهك، ولكن ما يقدر، كأنما أشوفه هني أحس نفسه أنه ما يقدر يوصل لك مشاعره، لأنه يمكن ما راح، بما أنه عند الفراشة ما راح يسع الوقت، ما راح تسع الموارد أنه فعلا يقدم لك شيء ذا قيمة. يعني شو الفايدة، كأنما هني يقول شو الفايدة أقول لك مشاعري وأنا في النهاية ما أستطيع أعطيك اللي أنت تنتظره. أنت مثلا تنتظر زواج، أنت تنتظر شخص على قد المسؤولية، أنت تنتظر شخص معين في بالك. فكأنما هني يا برج الثور في الرسالة العاطفية لك، قاعدة أشوف وضعك الحين وقاعدة أشوف وضعك بعد ما تمضي سنين وترتبط بشخص أكفأ أجدر، وتنظر للشخص القديم كأنما مثل السراب، مثل الحلم اللي انت خرجت منه بعد فترة من الزمان. عزيزي برج الثور، هذه كانت